أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. The greatest form of control is where you think you're free when you're being fundamentally manipulated and dictated. One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch it. The other one is sitting in a prison cell but you can't see the bars and you think you're free. What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Newsreaders, politicians, teachers, lecturers. We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people. The chasm between what we're told is going on and what is really going on is absolutely enormous. دولة واحدة وقانون واحد تحكم في الليناسيون غوفرنمون مونديال بقانون المونديزاسيون تخدم في الكواليس تطبق لا لوا مارسيال بلا جوستيس تاع ابليس لو نوفيل اوردر مونديال لو مونت تحكم في دي زورغانيزاسيون سكريت هي تحط القوانين وتحركنا كل ماريونات هي تعمل التخطيط تمصنا تحطنا في لامورغ منظمات كبار كيف الجروب تاع بيتبرغ في قمة الهرم عدو الانسانية الحركة السرية اللي اسمها الماسونية هي تخدم في البعيد في الخفاء جامي تبان بعقيدة الشيطان وفرسان هيكل سليمان عندها طقوس وأسرار تتعامل باللي سامبول لهاريوس كبار هي اليوم شادة المونوبول تحكم في الاقتصاد في الميليتير وفي السياسة هي تختار اليوم شكون يشد كرسي الرئاسة وبدلت لابوليتيك جابولنا باراك أوباما باش فيلم تاع جورج بوش اليوم يكملوا هو معانا اليوم تتبدل من قدام ومن تالي لا ميم إكيب تبقى لا ميم دوكترين يبقاو لي ميم بخاصيب وزيد عندك في لاليست مع أتباع لونتي كريست أتباع تيدر هيرتزل كبارات لي سيونيست لي جويف لي تملك الاقتصاد والبوفوار لي تملك السوق تملك الشركات الكبار لي باردو دون لو موند كونترول الاستخبارات الاف بي اي سي اي اي موساد ولا سيكوريتات بسياسة الاغتيال بتاختي تيلوميناتي شكون لي قتل مالكوم اكس وشكون لي قتل كينيدي الضحي ولاد البلاد جماعات ولا افراد بيسكو شي ما يهم وما يهم كان الاقتصاد باش تفهم الحكاية نعطيك شوية استوريك نرجع فيك السنين التالي باش تفهم لو تاكتيك ليتازوني حابب تدخل في الحرب العالمية لازمها تلقى سبب في ساعة ما تخلق مسرحية باسكو 80% من الرأي العام في الاستفتاء كلهم ما وافقوش على الحرب كونتر اللي تسيل الدماء مالها بعت الليزيانا باتو امريكان طو بصواريخ يضربو الالمان وطاكتك يمشي بيان لوندومان الباطو غرق والرأي العام الكل تقلب الشعب الكل وافق لامريك تدخل الحرب باش تفهم الاسباب وعلاش لازوها دخلت في لاكيغ لازم تفهم الاقتصاد ولوغ بوليتيك مونيتير كي الدولة تدخل الحرب تمشي للبوك سونترال تتسلف الفلوس من الغيزيغ وفيديغال كل ما تزيد الديون كل ما تزيد لي بينيفيس كل شي بالحسابات غادي يصير في الكواليس مالا تاجر بالارواح فازي كبر الارباح ياخذوا من على القروض وشركات تبيع السلاح ما تحيرش هاكي تشوف الحكايه نتاع لوزيانا سيتين تكتيك قديمه اليوم عاودوها معانا سي اي اي هي تختال تخطط هي تقنبله هي الريسبونسابل على اللي صار في الاونسيبتمبر عملت الفيلم ضحت باللي زينوسون منها تشوه الاسلام قدام الناس كاغوليجيون ومنها تلقى اكسكيوز تبرر لي زاتاك تبرر الحرب على افغانستان والعراق مالا يكذب على العباد ومشي يحكي دي مانسونج يساندوك المسؤولين وتكاليك لا ميزون بلونش العب المصطلحات وانفلونسي الراي العام واستعمل السلاح نتاع وسائل الاعلام الارهاب والاسلاموفوبي زرعهم في النفوس كثر لي زيميسيون في السي ان ان والفوكس نيوز وجيب دي بوليتيسيان وجيب دي جورناليست وجيب دي سبيسياليست يردوا صدام اكبر تيروريز مالا عمل لي فيلم تاع لي زار ديسكريسيون ماسيف واحنا ندافعوا على الحقوق ونحبوا شرق اوسط نظيف طول العرب يقفوا معانا ويدعمونا الرؤساء يوافقونا على القرار مادام اشترهم عملاء وزيدوا باللوني ولونيون اوروبيان طال المصالح تحكم ميسان دولار مي امريكان مع الامم المتحده اللي في الاصل مختلفين امم مختلفه تتحد كان على المسلمين مالا تخرج بالدبابات وحدي الفوفاغ للارمي باش تقتل الشيوخه انسى الكبار ولي بيبي وغرق البلاد في بحر دم بالبومبار
ما من فوق تذبح وتفن الشعب اسم الدفاع على الحقوق. عاوزين طبق الخطة باش الدم يزيد السيلة، طبق التكتيك باش البلاد تدخل في الجار سيفيل. ومس بوا سنسيبل ازرع فتنة طائفية بين كتاب اهل السنة والطائفة الشيعية. من غادي تتعدى للشمال نتاع البلاد بروفيتي من لي زيفانمون وتحرض الاكراد. وكيف هكا البلاد تولي مستنقع تاع دماء والعالم كله يتفرج في فيلم قتل الابرياء. هذايا كله على جال الصفقات تاع البترول. زيد بلاصة استراتيجيك من غادي تشد المونوبول. سيتي جيوبوليتيك تعاونها كونتر ايران وتانستالي دي باغ ميليتار قريبة من طهران. تعدالك توا لافير تاع افغانستان بلاصة استراتيجيك قريبة للامير كاسبيان. ثاني اقوى سورس نتاع بترول بعد الشرق الاوسط. كيف هكا البازر ركبت الحكاية هبطت تحوصل. وقبل ما يهبط الستار على المونولوج لافير تاع افغانستان لافير تاع ترافيك دي دروغ. من غادي تبيع الهيروين بنيفو انترناسيونال تملك 80% بالاستثمار. باش تفهم الحكاية والمعادلة تتحل لازم تفهم بلي العالم ما تحكمش في دول. العالم اليوم تحكم فيه منظمات، يحكم فيه الاقتصاد والارباح تاع الشركات. لو موند تحكم فيه البيسونس كوميرسيال لا بوليتيك تاع لي كارتيل واللي ملتي ناسيونال. والمار تيكزون فور جينيرال موتورز كوكاكولا اديداس نايك بيبسي وماكدونالدز. عندها لونام سيستام تاع الاخطبوط، عندها ديزاجون عندها خطط وبرشا خيوط. عندها بوفوار ومنظمات كبار لوام سي لافام اي وزيد لابوك مونديال. تفيزي بلدان فقيرة وتعطيها مساعدات تغرقها في الديون تحت اسم الاعانات. بالبوليتيك دا جستومون تكواسي البلاد. وكيما كايا توصل تملك حكومات وتطبق سياسة استعباد الاقتصاد. تفيزي بلدان في تيرموند وتبع شركاتها غادي تخدم نساء تخدم مام ولاد صغار. والاخلاص ما يفوتش دو دولار كل نهار. لا فما نقابة تحمي لا فما قوانين. العبد ولا حيوان يخدم كيف لا ماشين. مص تعب الشعب وزيد مص الثروات مادام سياسة الاستعباد تعبي الرزاق. استرافاج مدام تحت راية الامبرياليزم كيما قال لينين. استا سوبخام تاع كابيتاليزم النظام الرأس المالي بقيادة أتباع إبليس. كل شيء ولا غالي كان الإنسان قعد رخيص. هذاك علاش نشوفوا ناس تموت كل نهار. العباد اللي تعاني جوع وصلت قرابة مليار. صغار بالالاف لا ملاجئ لا فامي. 600 مليون انسان اليوم يعيش سونز ابخي. كل يوم نشوفو تكثر الامراض. الانسان اليوم عاد معرض للانقراض. نظام نتاع عباده والوضع ولا خطير. من جنون البقر الانفلونزا الخنازير. مالا تبعني بيان باش تفهم البروسيسوس. فما دي لابوراتوار قاعده تصنع لي فيروس. هذه تكتيك نتاع ديزام سيلونسيوس. ديزانفيكتي موتو بلي مالادي كونتاجيوس. كل شيء بالحساب سيتي غير بيوشينيك. فيها جينوسيد بلي زعم باكتيريولوجي. يحبوا يزيدوا من الناس اللي تموت بالسيدا والكونسير. ينقصوا من لو نومبر دو لا بوبولاسيون سور تير. سيستم ماشي بيان ما فما حتى بروبليم. فما مشكل واحد اسمه دين الاسلام. مالا لا سوليسيون سي كونفرقوا المسلمين. خاطر قوتهم تقوى كل ما يبداو من التحديد. مالا يمشي يقضي على الدوله العثمانيه ويجيب نظام جديد في بلاصه الخلافه الاسلاميه. ويجيب صبور نتاع الشر نتاع الشركه. نحي الخليفه ويجيب كامل اتاتشوك. في بلاصه الاسلام جيب الوطنيه. نحي الدين وجيب القوميه العربيه. وبدات الفتن تاع كل مسلم عنده وطن. شريعه والسنه فزت فنهم في الفن. وجود هيئة وترفعت الشعارات ونادي بتحرير المرأة باسم الحريات. وعمل حرب على الحجاب في الشارع وفي الأبخاس. أحرر المرأة من عفا ولبسها دوبياس. طلعوا مفكرين كيف أمثال قسم أمين يحاربوا تقاليد وتعاليم انتع الدين. وهكايا تنحات الشريعة الإسلامية وفي بلاصتها جات مجلة الأحوال الشخصية. باش ما تفيقش بالسيستام تقوم وتبدأ تفكر. لازم مخك يبقى مسودي مخك ما لازموش يفكر. لازمك تبقى ديما ضايع تدور في المتاهة. جيبولك الاسباب الكل تعرف فيها. سيكس ميكانيك والكول خرجات وسهريات. لبسة ودي زاكسيسوار ودي سواري في الحمامات. وباش يتيحوا الكل كاووه اعمل عفسة جديدة. حاربهم في المخ حاربهم في العقيدة بسلاح جديد اسمه لاغير بسيكولوجيك. سلاح خطير قائم على امباكت ميدياتيك. شامبيونز ليغ دي مونديال ودي سيغي تيليفيزي. ان برودوي ميدياتيك يخلي المخ باراليزي. ردهم دي سيفيليزي اسلام ردو ريغريسيون. نساهم لا روليجيون بلي شانسون ولي زيميسيون. كثر من الكليب جيب بلاد تنشر العناء. زينة والموبيقات ولا يصور باللي كاميرا. وزيد كملها بلاستار اكاديمي بروغرام سبيسياليزي. زيد ينشر ليبيديمي. جيب دي زيميسيون في لاتيلي شكك في الحجاب. جيب ناس تحرف تفسير السنة والكتاب. هذاك علاش كنشوف مجتمع اليوم ما تفهم شي مخك يبقى مصدوم.
تشوف البلاد في لي بلاج ولي بيسين دوماج اما تطواج دو بيس وتعمل دي بيرسين نشوف جماعة اليوم تعبى منها ستوك كي ماشي عتلبس بلك حلو تسمع هارد روك هذاك علاش نجح البلان تاع لفلي ماسون كي يشوف المسلم يسمع لك مارلين مانسون نشوف برشا جون اليوم مغرومين بالراب نساو السنة ويتبعوا في لاكولتور هيب هوب دي كونسير لبساو بنات وزيد دروك القدوة نبيعو 50 سنت اسمي دوك نشوف بلاتي بواط لوي وفروخة تكتونيك دي مينور توصل تعمل حاجات تشوكيك تخرج وتسهر وتلبس الميني كل شي عادي والمشكل بلي الوالدين موافقين على الحكاية هذي شفتي جون دي بلاصي على ماتشوات الكورة وما تمشيش للجامعة مالقري الجامع في الدورة يشنعو يتقلب كي تتصب الجمعية وما يقلقوش كي تتصب رموز إسلامية هذاك علاش اليوم القلب نتاعنا مات تغرمنا بالمسكولاسيون والبنات يصوروا كاريكاتير ويدانسوا المقدسات وحنا نعملوا مظاهرات في كاليبسو في الحمامات نشوف دي جون تعشق نانسي كي تطلع سيغسان الغناء متاعها يحفظوها اكثر من القران واليوم اكثر ايماج الشوك متاعها مسنيه كي نشوف شباب يسجد خاطر باس كامل حسنيه